السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا من جديد في كورس CMA Part 1. النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول محاضرات التحديثات اللي نزلت على كتاب جلايم نسخة 2022. ولو أنتم فاكرين زي ما اتفقنا في آخر فيديو تكلمنا فيه مع بعض إن إحنا هنبدأ نعمل فيديوهات عن الأبديتس اللي بتحصل على المنهج أول بأول. ولو أنت فاكر معايا كده إيه هي الأبديتس، تعال أفكرك الأول قبل ما نبدأ في أول واحد فيهم. ادي الابديتس اللي اتكلمنا عنها اخر مره اللي حصلت على نسخه جلايم 2022، وده كان التوبيك اللي حصل فيه التعديل والبارت سواء فاينانشال ريبورتنج او كوست او بيرفورمانس. مبدئيا كده اول تعديل زي ما انتم عارفين هنا في الفاينانشال ريبورتنج كان عندك في البالانس شيت حاجه اتحذفت اسمها اوف بالانس شيت فاينانسنج، ودي كانت موجوده في اول ستيتمنت اللي هي الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن او البالانس شيت زي ما بنسميها. كان الموضوع ده موجود وبعدين حصل له كانسليشن، فخلاص مفيش حاجه نشرحها فيه. علشان كده هننتقل لتاني تعديل في بارت الفاينانشال ريبورتنج، وهو خاص بتاني ستيتمنت عندنا وهي الانكم ستيتمنت. لو انت فاكر كويس معايا في محاضرة الانكم ستيتمنت كان بيتكلم عن البنود اللي موجودة في قائمة الدخل، وكان اهم بند فيهم بند الكوست اوف جود سولد. فعلشان كده الراجل كان بيشرح بالتفصيل ازاي احسب الكوست اوف جود سولد سواء للريتيلر او لايه لمانيفاكتشرر. وبعد ما شرح جه بقى ما قالش مثال، ولكن في نسخة 2022 ضاف لك اكزامبل مهم قوي يدربك على الكالكوليشن الخاص بالايه بالكوست اوف جود سولد. تعال بينا كده نروح له في نسخة 2022 صفحة 29. فلو رحنا كده جبنا نسخة جلايم 2022 اهي ورحنا مع بعض لصفحة 29، هنلاقي هنا اتكلم عن الكوست اوف جود سولد اند الكوست اوف جودز مانيفاكتشر. لو انت فاكر معايا الاول ادي الحسبه بتاعه الكوست اوف جود سولد، وكان بيقول لك الكوست اوف جود سولد بالنسبه للريتيرر، ودي كانت بسيطه قوي اللي هي بيجيننج انفنتوري بلس البرشيزز والفريت الخاص بالبرشيزز ناقص الاندنج انفنتوري. اما بقى اللي كان فيها شغل شويه اللي هي كانت فور ايه فور ا مانيفاكتشرر، وهي طريقه حسبه الكوست اوف جود سولد للناس اللي بتشتغل في التصنيع. فالراجل في البدايه اهو كان بيقول لك ادي البيجيننج دايركت ماتيريال انفنتوري بلس البرشيزز اوف ماتيريال، وطبعا البرشيز اوف ماتيريال دي هتكون محمله لو فيها فريت ان ولا حاجه هيكون محمل على البرشيزز اوف ماتيريال. وبعدين بنطرح الاندنج انفنتوري من واقع الجرد، فيقول لك اذا ده الرقم اللي يوزد ان برودكشن، يبقى دي عندك دايركت ماتيريال يوزد ان برودكشن، ثم بيضيف عليها الدايركت ليبر والمانيفاكتشرنج اوفر هيد. المانيفاكتشرنج اوفر هيد هي حاجات متعلقه بالعمليه الانتاجيه، هتتدرب عليها كويس جدا في بارت الكوست ان شاء الله، ولكن اقدر اقول لك ان هي متعلقه بالعمليه الانتاجيه ولكن بشكل غير مباشر. ليه غير مباشر؟ علشان لو هي مباشره كانت بقت يا اما دايركت ليبر يا اما دايركت ماتيريال. وبعدين اوصل لحاجه اسمها توتال مانيفاكتشرنج كوست، دي تكلفه التصنيع اللي انا بدات ان انا اشتغلها بدايه من اول المده. اضافه الى كده بيكون عندك حاجه اسمها الوركينج بروسيس او الانتاج تحت التشغيل، وهو ان حضرتك لما بتقفل الفتره الماليه بيكون عندك بعض الوحدات الغير تامه، بسميها اندنج وركينج بروسيس، وهو ولا هو ماتيريال ولا هو فينيشد جودز. الاندنج وركينج بروسيس بيتحول معايا في السنه الجديده الى بيجيننج وركينج بروسيس، ومبدئيا ببدا اصرف عليه جزء من التكاليف دي سواء كانت ماتيريال او ليبر او اوفر هيد عشان احوله الى فينيشد برودكت، فباخد التكلفه بتاعته معايا اللي انا داخل بيها من السنه اللي فاتت. وانا اخر السنه بجريد بلاقي عندي برضو اندنج وركينج بروسيس بستبعده. ليه بستبعده؟ عشان هيخش في تكاليف السنه اللي جايه، فتلاقيني هنا بطرح الاندنج وركينج بروسيس. يبقى ده كده كل التصنيع اللي انا صنعته، علشان كده اسمها ايه كوست اوف جودز مانيفاكتشرد. كوست اوف جودز مانيفاكتشرد بضيفها عندي على البيجيننج فينيشد جودز انفنتوري اللي موجود في المخزن، يبقى ده كده الافيلابل او المتاح للبيع ال15 وال16. عايز اعرف انا بعت منهم كام، اجرد الاندنج فينيشد جودز انفنتوري واطرحه، يبقى الفرق هو ما تم بيعه، يبقى ده الكوست اوف جودز سولد. والراجل هنا بيقول لك ما تقلقش ان شاء الله في يونت 7 هتشوفها بالتفصيل في الجزئيه الخاصه ببارت الكوست مانجمنت. لحد هنا كده وكان بيتوقف كتاب 2020. الاضافه بقى هنا في نسخه 2022 ان هو ضاف لنا مثال جميل يدربنا على العمليه دي. تعال بينا نشوف المثال ده على الكوست اوف جودز سولد والكوست اوف جودز مانيفاكتشر. يلا بينا. خلي بالك هيديني جيفن، وبعد ما هيديني الجيفن دي هيبدا يطبق معايا الايه المعادلات الجميله دي. يلا بينا. الراجل هنا في الاول اهو في المثال هيقول لك the following information was taken، اخذت المعلومات دي from the accounting record of Amis Manufacturing، ده اسم شركه. عندك دي الانفنتوري، ايه بقى؟ ادي رو ماتيريال انفنتوري جانيوري 1 يعني هقدر اقول beginning، وديسمبر 31 يعني اقدر اقول ده الاندنج. بعد كده عندك working process ادي beginning واندنج، وfinished goods برضه beginning واندنج. كلام جميل. other information purchases of raw material، اشتريت raw material خلال السنه بالمبلغ ده،
وبعدين صرفت دايركت ليبر بالمبلغ ده، وادي فاكتوري رنت ايجار المصنع، فاكتوري يوتيليتيز الفاسيلتيز بقى اللي في المصنع زي الكهرباء الميه الغاز الكلام ده كله، ادفرتايزنج اكسبنس مصروفات دعايه واعلان، وادمنستريتيف سالاريز. طب احنا مش قلنا ان احنا هناخد معانا الماتيريال والليبر والاوفر هيد اللي هما الاثنين دول لان هما خاصين بتصنيع، طب انت ليه جايب لي ادفرتايزنج اكسبنس وادمنستريتيف سالاري؟ دي حاجات دعايه واعلان واداريه، انا جايبهم لك هنا عشان الخبطك، مالهمش لازمه، مش هتستعملهم. ليه؟ لان دي حاجات بره، دي لها علاقه بالسيلنج والادمن، مالهاش علاقه بالكوست اوف جود سولد، وهتشوف دلوقتي ان هو مش هيستعملهم اصلا. يلا بينا هنبدا اول خطوه بالايه؟ بالدايركت ماتيريال. هيقول لك فايند ذا دايركت ماتيريال يوزد ان برودكشن. المعادله اللي فوق كانت بتقول لي خد البيجيننج رو ماتيريال اهو 65000 اهو، ضيف عليها البرشيزز ديورنج ذا بيريود اهي البرشيزز 240000 اهي، يبقى ده كده الافيلابل فور يوز، ده المتاح للاستخدام. اطرح منهم الاندنج رو ماتيريال اللي هي ال 58000 دي، يقول لك ادي الماتيريال ايه؟ يوزد ان برودكشن. خلاص كده هبدا بقى اشتغل في عمليه التصنيع عشان اطلع المانيفاكتشرنج كوست. هاخد الماتيريال يوزد ان برودكشن اللي انا حسبتها فوق اهي بدات بيها، وهضيف عليها الدايركت ليبر ومانيفاكتشرنج اوفر هيد. طيب ادي الدايركت ليبر اهو 300، وادي المانيفاكتشرنج اوفر هيد الفاكتوري رنت 80 والفاكتوري يوتيليتيز 25. ادي ال 300 الليبر وادي الفاكتوري اوفر هيد 80 و25 بمجموع 105. خلاص كده انا بقى معايا المانيفاكتشرنج كوست اللي هي عباره عن الماتيريال والماتيريال يوزد والدايركت ليبر والاوفر هيد باجمالي 652000. ابدا بقى اضيف البيجيننج ويب والاندنج ويب علشان اوصل للكوست اوف جودز مانيفاكتشر. ليه بعمل كده؟ لان البيجيننج ويب والاندنج ويب دول مش تامين، ولكن تم انفاق عليهم جزء من ال 652 دي. تعالى كده نشوف، هاخد ال 652 واضيف البيجيننج ويب واطرح الاندنج ويب. فين البيجيننج ويب والاندنج ويب؟ اهم ادي البيجيننج ويب 100 والاندنج ويب 120. طيب انا ضفت البيجيننج ويب ليه؟ لانه جاي لي من السنه اللي فاتت، والمفروض ان انا هاخد التكلفه بتاعته معايا السنه دي علشان هنتجه او هستمر في انتاجه. وبطرح الاندنج ويب لان ما تمش استكماله وهيرحل على المخزون ويبدا معايا السنه الثانيه بقى الجديده، فلازم استبعده. يبقى اذا الكوست اوف جودز مانيفاكتشرد كام؟ 632000. خلاص كده ده اللي انا انتجته السنه دي كانتاج تام. ابدا بقى اخده اهو معايا كوست اوف جودز مانيفاكتشرد 632 علشان احسب الكوست اوف جودز سولد. فهاخد الكوست اوف جودز مانيفاكتشرد اضيف عليها البيجيننج فينيشد جودز انفنتوري اللي كان موجود عندي بدايه السنه، يبقى ده كده الافيلابل فور سيل او المتاح للبيع. طب عايز اعرف انا بعت منه كام؟ اجرد المخزن واطلع الاندنج فينيشد جودز انفنتوري 26000 اطرحها، يبقى اذا الفرق هو ما تم بيعه او الفرق هو الايه؟ الكوست اوف جودز سولد. بس كده شفت الموضوع بسيط ازاي؟ لو انت خدت بالك هو طبق نفس المعادلات اللي موجوده هنا بالظبط، ولكن بمثال بتوسع شويه. موضوع سهل قوي بسيط جدا، بيدربك على حاجه مهمه بقى بتقابلك كتير قوي في الاسئله. ايه هي؟ هي الفرق ما بين cost of goods manufactured والcost of goods sold. اسئلة كتير واحنا بنحلها، وقابلتني انا شخصيا كتير وانا بحل الاسئلة، ان في بعض الاسئلة بيدي لك cost of goods sold او cost of goods manufactured او cost of goods sold، ويبدأ يسألك على حاجات معينة. فانا مثلا لو هو في المسألة مديني cost of goods manufactured، فانا علشان اطلع cost of goods sold لازم اخد معايا الايه؟ الافكت بتاع الويب سواء البيجيننج او الاندنج. الحته دي بتلخبط ناس كتير قوي، فلازم تبقى فاهم كويس الفرق بين كوست اوف جودز مانيفاكتشرد وكوست اوف جودز ايه؟ سولد. اتفقنا؟ ده كده كان توضيح بسيط للمثال اللي موجود معانا، وان شاء الله هنستمر في سلسله التحديثات علشان نبدا اول باول كل حاجه جديده يتم تحديثها في نسخه جديده من النسخ هنعدلها او هنشتغل عليها ونشرحها ان شاء الله. وبكده يبقى انت ما عندكش اي مشكله في النسخه اللي موجوده عندك او الشرح اللي موجود عندك، معاك الشرح على احدث تعديلات من IMA اللي هي 2020، مضاف بعدها الامثله او التحديثات اللي كتاب جلايم بيضيفها كل سنه. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد من فيديوهات الابديتس او التعديلات على 2022 جلايم، ونتقابل على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.